نشوى الشريف عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. الشباب بالنسبه لنا هم يعني احد الجواهر اللي موجوده في اي مجتمع، وبالنسبه لنا كمان بنهتم بيهم جدا، خاصه ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هي قايمه على الشباب، قايمه على الفكره. فاحنا دايما بنحاول ان احنا نقرب من الشباب عن طريق مشاكلهم، ان احنا نقدر نقرب منهم ونعرف ايه مشاكلهم ازاي كمان نحلها ونشتغل على الحل اكتر من اي شيء. يعني مش بس بنرصد المشاكل ولكن كمان ايجاد حلول ليها. شكل التواصل والله يعني يمكن اهم حاجه اعتقد الشباب محتاجينها خلال الفتره دي، ان هم يحسوا ان هم موجودين. التمكين للشباب ان احنا موجودين على ارض الواقع، ان احنا يعني هناك القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمه بينا جدا. كمان محتاجين كل مؤسسات الدوله على جميع اشكالها تكون مهتمه بالشباب. فاحنا من داخل التنسيقيه بنحاول ان احنا نقول انه الشباب يقدروا ان هم يعطوا في كل المجالات. احنا عندنا لجان نوعيه في التنسيقيه كل شباب متخصصين فيها، تقدر ان انت تخرج منتج ومحتوى محترم جدا وقوي من داخل كل لجنه. وبالتاكيد ده بينعكس على اذا كان يعني احنا طلعنا مثلا من عندنا مشاريع قوانين قدمناها لمجلس النواب المرحلة اللي فاتت. فيعني إذا إحنا الشباب تقدر تعطي وتقدر إن هي يكون عندها منتج قوي تقدر إن هي تخرج بيه. التواجد التنسيقية خلال الفترة الأخيرة كان بشكل كبير، وإحنا بداخل التنسيقية عندنا عدد كبير جدا من المحافظات. إحنا ما عندناش يعني الناس ممثلين للقاهرة والجيزة فقط، ولكن لجميع محافظات الجمهورية. أعتقد ما فيش محافظة غير ممثلة بداخل التنسيقية. المقر هو الموجود في القاهرة، ولكن العبرة بالتمثيل، تمثيل الأشخاص بداخل الكيان. يمكن المقر هو في الأول وفي الآخر هو حيطان ومباني، ولكن المنتج بيخرج من الأشخاص. فإحنا المحافظات ممثلة عندنا تمثيل كبير جدا، نواب المحافظين الممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في محافظات أغلبهم. يعني ما يعني ما عندناش في القاهره، عندنا في بني سويف، عندنا في بورسعيد، عندنا في محافظات كثيره، في الاهليه عندنا في محافظات كثيره جدا. اذا احنا مش بنعتمد على المدن الرئيسيه، ولكن كمان جميع محافظات الجمهوريه احنا ممثلين شباب منها. يعني لا، المراه المصريه مش يتوجه لها رساله واحده، والله مش عشان انا مرأة، ولكن يعني المراه المصريه تستاهل وتستحق ان هي يتوجه لها رسائل كتير، رسائل شكر، رسائل امتنان، وخجل حتى من انه يعني انت تاخدي حقك. يعني ايه اللي يقدرك وايه اللي يديكي حقك؟ يعني من كتر ما دايما المراه المصريه موجوده في كل الاستحقاقات، الازمات، المحن اللي بتمر بيها بلدها، هي موجود في اوائل الصفوف. هتلاقي المراه المصريه كل استحقاقاتنا بيكون عندنا يعني صور بارزه. المراه المصريه دايما بتتصدر المشهد وبتتصدر الصوره الاكثر بروزا والاكثر وضوحا في اي مشهد. فيعني اذا احنا نشكر مش بس السيدات اللي بتشتغل في العمل السياسي، العمل العام، والسيدة اللي قاعدة في بيتها بتربي ولادها، دي البطلة الرئيسية، دي قبلنا وقبل أي حد، لأن ده الأكبر عمود احنا بنرتكز عليه، الست اللي بتربي عيالها. يعني